اتصال لمهمة لمنطقة ساحل علمة. مرة كبيرة بالعمر واقعة بالبيت. يعني جاء الخبر نزل أنا وياك سلفور ترو رح نزل أنا تروس كاردياك ورا إيديك وتروس ترومك أوكي؟ خليك ما تهزي راسك. كيفك طنط؟ كيفك انت؟ منيحة وانت؟ انا كتير احسن من هيك. احسن من هيك؟ ظهرك عم يوجعك؟ جنن ظهري. عم يوجعك ظهرك؟ يلا شوي بديكي ما تتحركي، نحن رح نعمل كل الشغل اوكي؟ يلا هي فيك وين موجوعة بدك تقولي لي اوكي؟ يلا في شي وجع براسك؟ وجع هون ضرب راسك؟ بشو ضربتي؟ طيب على النص في شي وجع هون؟ لا اوكي، هيدي الميلة في وجع؟ عندي ايه، عندي عجوز. وهي الميلة في وجع؟ لا في ليكي، في شي وجع بايدك؟ طفلة عندي بس. يلا. في شي وجع بايدك؟ اجا تشد على ايدك؟ هي بتوجعك من قديم، اوكي، بهيدي الايد في شي وجع؟ شد على ايدك، طنط اللي رح يصير هلا الشاب رح يخذ لي ضغطك، اوكي؟ بنكون نحن جبنا اللي رح نحملك عليها. بعد الفحص تبين انه الاصابة بالورك. شو عندها مشاكل صحية؟ عندها سكر ما هيك؟ no. ما عندها. طنط نفسك كتير منيح 13/8 والأكسجين ونبضك منيح أوكي؟ هنحطها حد تحتك هي ما بنحملك عليها تطلع على السيارة أوكي؟ ما تلتها لها ما رح تنوجعي بس بديك تضلي فيها وما تنهزي متفقين؟ طنط حضرت طايتك يا مي شوي صغيرة هنا عندي سنتور على النص سنتور على الصدر طنط فيك توطي إجريك شوي يلا عمى شوي صغيرة ثبت المسعفين كل الجسم بفرشة هواء لنقل المريضة على المستشفى بدون ما تتضايق على الطريق. نفك حنسحب أول شيء مانتك أنت حتحسي حالك عم توقعي بس أنت ما عم توقعي أوكي هاي Thank you.
جنبك عم يوجعيك. يلا ايش حال كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ بس كيف تضفي لي ايدك شوي حقي على صدرك؟ كيف تضفي هيدي الايد لما تضرب فيكي؟ برافو. كيف حالك؟ شو بك يا موجوعة؟ بدي ايدك عفوا. مسؤولة المهمة ضلت تتأكد إنه المرأة مرتاحة وما عم بيزيد وجعها. بدنا سكوب بابي. دونك سليو الأحمر جاب لنا مريضة كبيرة بالعمر تعرضت لوقعة ببيتها. هي عملي عمليات مشان هيك كان نقلة لازم تنقل بالسليو الأحمر تما يصير في حال كان في شيء كسر ينزاح الكسر أو تنقل بطريقة غلط. إجانا باتصال مرة وقعة ببيتها، هي وقعت بالحمام وعندها وجع كتير قوي بالورك، حملوها اولادها حطوها على التخت. استعملنا لها المطلة هو فرشة الهواء عنا، بتشبه كتير فرشة المي بس بينسحب منها الهواء بالمنفس اللي شفتونا عم نستعمله. هيدي بنستعملها بتثبت كل الجسم، بس الشخص يكون عنده ضربة او وجع على الورك بتثبت له جسمه، هيك ما بحس بالطريق، ما بقعد ينهز لا جوار ولا طبات. من مسؤوليات المسعف على الأرض يعرف يختار المعدات المناسبة للحالة يلي قدامه. بهالحالة في عنا مدام كبيرة بالعمر والأولوية الشغل هي إنه يحركوها بأقل شيء ممكن ويسوقها مهلون ليكونوا وصلوها بسلام على المستشفى. مركز الجميزي مهمة بمنطقة النبعة. حضرتكم طالبين سيارة إسعاف؟ إيه وين حضرتكم؟ يزونا سعين يا اثنين النبعة كهربا بروسو لقى ابن المريض المسعفين على مكان معروف لتسهيل وصولهم الى البيت. بي معه كهرباء. اوكي. بس ما لم كرز ولا شيء. لسانه تعلم. واعي؟ اه. اوكي. ا
بس أول مرة. اوكي كل يعني اوكي ارحى قد عمرك اول مره بتصير معك ريا قولي لي اسمه ده كان 98% زيت ما بيقدر يحكي بس سامع كده على المستشفى قد عمرك وزير ايه عادة بيحكي عادة ما في مشكلة بالحكي ما هيك اوكي اكلت اليوم اوكي بغيب عن الواي وقتها كيرجي اسخد دواء نفس على مهلك طلع فيه نفس معي المريض عنده سوابق صحية والأكسجين ناقص بجسمه مشنج وعم بيعاني ضيق بالتنفس نفس عم أهلك ما تشد هيا اسمه دون نزل الكمبان كاس هيدا أكسجين أوكي رح يساعدك يمت نفس أحسن اوكي تنفس على مهلك مثل ما قلت لك هيدي الشغله الوحيده هلا اللي رح تريحك قبل ما نوصل على المستشفى كتف ايديك لانيرات بليز خلي ايديك هيك خلي ايديك كتف ايديك وديع كتف كيف بدنا نحمه؟ هلا عالدرج انا ونيمو بيلي عالراس بسط؟ كتف ايديك ما رح تقلب اوكي كتفون تمام سواتي دي؟ نيمو ولا يبدلو هنحط عالفاليه وزع تقلب نفس عالفاليه مثل ما قلتلك فوز اوكي هلا رح نحطك على المحمل هلا رح نحملك هذا الشاز نحن نعمل لانيرات مش الحال خليت
اجى الابيل زلمه معه كهربا بالراس. رحنا لعنده على الاساس بس في كهربا بالراس. اللي عنده مشاكل بالرويه من سنتين. يعني بنواجه اكثر شيء مشاكل في عنا. اول شيء مشاكل التقل. اكثر شيء بدنا ننتبه على مشاكل الظهر تبعولنا. بس توصلنا على المستشفى استفرغ دم. قالت لنا النيرس انه هيدي المشكله كلها من ورا القرحه. النزيف الداخلي هو اولا ممكن يكون من المعده, كما وانه ممكن يكون تف دم من الرويه او من المناخير. واحد بيكون عنده نزيف من المناخير بلعون ورجع طفون. وبكل الاحوال الانسان بده يفزع, وايام كثير بيرجف بيكون من الفزع. اول شغله بدنا نعمل بدنا نطمنه, وثانيا بدنا نقعده وبدنا ننقله هو قاعد على المستشفى. بحال اتصلنا بال 140 ونحن ناطرين الامبولانس مش عارفين شو بدنا نعمل لنساعد. ابسط شغله واهم شغله فينا نعملها تجاه المريض او المصاب هو الدعم النفسي. نمسك له ايده, نطمنه, نروقه, ونبعد كل العالم يلي ممكن يكونوا ملبكين حواليه. هيدا احسن طريقه لنساعد هذا الشخص. عمليات 174 رادية؟ 174 أمبوز ميلاندا بو مسعود وعزو تركنا. شو الكا؟ في مبدعي عندك غرقان, طلعوه من الماي بس ستيل فايت الوعي. يعطيك العافية, معك المية واحد. 174 وصلوا على الكام. المريض عم بيعاني من صعوبة بالتنفس بسبب كمية المياه المعبية بالروية. بدأ المسعفين بإعطاء النفس الاصطناعي لفتح المجاري الهوائية ومنع نبضات القلب من التوقف. Oh.
المستشفى؟ أي مستشفى؟ بعد عدة محاولات تمكنوا من إعادة النفس وإخراج كمية كبيرة من المياه. قال انه شخص غرقان سو وصلنا على الارض، كان معنا مسعفة اوريدي على الارض، تاكدنا منه انه منه واقع ولا زاحت ولا شيء، انه هو بس كان بالميات غرقان. سو اهم شيء نحن كنا نركز على نفسه لحتى عملنا له اسيست فنتيليشن، يعني ساعدناه بالنفس ليرجع يتنفس. سؤال مين ثينج كان لازم اعمله انه هدي له الماسك على وجهه منيح، لانه اهم شيء الريسبيريشن بهالكا. كل وقت على الطريق كنا رجعنا كفينا عن النفس، بهالوقت طلع كل المي من تمه برمناه على جنبه، بقى كل الميات يلي كانوا بلعون، هيدا ساعده ليرجع يتنفس احسن والاكسجين بدمه رجع عليه. الغرق اهم شيء تنشيف الشخص وتغطيته، ثاني شيء بدنا نعلي له راسه ونعلي له ظهره تيكون ننتبه كثير على الاستفراغ، هو كثير مهمين، تنشيف الشخص تعلية راسه وظهره للانتباه كتير على الاستفراغ، وطبعا بدنا ننقله مع الاكسجين. يلي شايفينه هو مريض غرقان وفايت المي على الرواية تبعه. يلي عملوه المسعفين هن بالاولوية يفتحوا المجاري الهوائية، يساعدوه بالنفس ويعطوه اكسجين كرمال يرجع التنفس تبعه طبيعي وكرمال ما يوقف قلبه.